أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم حلق وقص العنفقة؟ لا يجوز قص العنفقة وهي ما ينبت على الشفه السفلى، لا يجوز، هذا من اللحية لا يجوز قصها. وتجد اللي يقصونها مشوهين، والذين يبقونها تجد عليهم القبول، لأنهم فعلوا السنة وعملوا بالسنة، فلا يجوز قص العنفقة، هي من اللحية. نعم.